احنا برضو يسعدنا ان يكون معانا الزميل عصام ناجي او ابو العريف اللي كان قابل مريم وقابل عائلة مريم. قالوا مساء الخير الو مساء النور، استاذ ابو العريف، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك في برنامج جسور. انا مبسوط قوي ان انا معاك يا باسم. اشكرك يا ابو العريف، ولا اقول عصام؟ ممكن تقول اللي تشوفه، يعني احنا على اساس تعمل كيس بيقولوا ابو العريف، بس ممكن كمان دلوقتي تقول ابو العريف. خلاص انا اقول ابو العريف. ابو العريف، ممكن تكلمنا عن هذه المقابله الخاصه جدا اللي حضرتك قابلتها مع الطفله مريم؟ ابرز ما فيها، يعني ازاي اصلا حصل الموضوع ده، وازاي وصلت، ازاي فكرت في السؤال ووصلت للاجابه دي؟ مشاعر حضرتك في الوقت ده كانت ايه يعني؟ في الحقيقه مريم هي اللي ندهتنا، يعني مريم هي اللي كان عندها حاجه عايزه تقولها لنا، فحسينا قد ايه البنت كان جواها مشاعر صادقه ونفسها ان العالم كله يسمع عنها، والعالم كله يحب ان هو يسمع صدى صوت اطفال العراق. وكنت عايز اقول انه مش بس مريم هي اللي عندها حاجه تحكي فيه، الاف الاطفال هناك اللي عندهم حاجه عايزين يقولوها ونفسهم ان العالم كله يحب يسمعها. فسعدت جدا ان كانت خيرا كيف كانت موجوده في وسط المخيم وقدرت فعلا توصل صوت الاطفال دول لكل الناس في العالم. طيب وحضرتك قابلت والده مريم برضو؟ مظبوط. احنا يعني شايفين ان والدة مريم برضو ليها دور اساسي، لان هي اللي مسؤولة عن التربية، واحنا بنتكلم النهاردة في عيد الام وبنبارك لها يعني وبنعيد عليها. حضرتك ايه ملاحظات حضرتك على والدة مريم؟ حضرتك لاحظت حاجة؟ وانا بكلم مريم في المناقشة كانت دايما بتقول ان بابا وماما زرعوا فيها حاجات كتير مهمة، يعني حتى الكلمة اللي مريم كانت بترنمها مامتها هي اللي عاملة لها المزيكا بتاعتها، مش المزيكا اللي اتلعبت في الفيديو ولكن اللحن اللي كان موجود. وهي دايما بتقول ان بابا ليه دور كبير جدا في حياتي وماما كمان ليها دور في حياتنا. فحتى في وسط الصعوبات والاوقات اللي مش سهله اللي بتعيشها مريم وكل الاولاد اللي في المخيم، لكن قادره تحس ان دور باباها ومامتها دور مهم جدا في حياتها، وهي بيدفعها للامام مش بيجرها تعب او تتضايق، بالعكس بيرفعوها ودايما بيسوقوها لقدام. بيبقى حلو جدا انه حتى في الاوقات الصعبه دي ما نزهقش من كل اللي حوالينا او نوقع كل الحاجات اللي حوالينا، لكن مريم كانت قادره تتمسك بوجود باباها ومامتها جنبها، وحاسه كمان ان هم بيدفعوها لقدام وان هم دايما بيدوها الامل في حياتها. شكرا جزيلا انكل ابو العريف على المشاركه دي والكلام ده، اشكرك لان انت فعلا بتفكرنا بهذا الدور، مش دور الام بس عشان نرضي الام، ولكن دور الاب كذلك، دور الاسره، بتفكرنا بنقطه هامه جدا ان في ظل ظروف صعبه جدا، وحضرتك رحت شفتها وانا رحت شفتها، عيشه مش انسانيه على مستويات عديده، ولكن الناس لسه عندها ايمان، لسه عندها القوه انها تزرع قيم في اولادها. فاحنا مهما كنا بنعاني في مصر هنا من ظروف اقتصاديه وامنيه وسياسيه صعبه، ولكن ملناش حجه في ظل هذه النماذج المبهرة اللي بتدينا القوة والأمل، ملناش حجة ان احنا ما نعلمش أولادنا القيم دي، ما نزرعش فيهم هذه المبادئ، ما نزرعش فيهم محبة الغير وقبول الآخر. ويعني إن شاء الله ربنا يكون حاطط سلام لكل العالم العربي وكل العالم مش بس العالم العربي.